مستوى الجمهور قبل ما اتكلم على مستوى الكوره ولاعيبه وجهاز فني، يعني انا بحس ان الماتشين دول يا كابتن ماهر حولوا الاحساس في الشارع عند الاهلاويه من حاله قلق او من حاله توتر او تخوف لحاله اطمئنان وارتياح. ده واحد من المكاسب بتهيألي اللي الشارع الاهلاوي النهارده حاسس بيه بشكل كبير جدا. عارف، في ناس خبطت كتير قوي في اللعيبه، خبطت في عناصر كتير من الفريق، نجوم الفريق، وخبطت في اداره النادي الاهلي. يعني ما تخبيط كان سابتش كبير حد. جدا، والتشكيك في كل حاجه عملها النادي الاهلي، في الصفقات، في اسم برونو سافيو، في اسم شادي، في اسم ميسي، انه مش في عدد الصفقات نفسها، كل دي كانت مطبات من قبل حتى الفرقه ما تظهر. بالظبط يا احمد، زي ما قلت كده، هو دي سمه البطل. تملي البطل يا عيني بيتضغط عليه، تملي البطل اللي الناس عايزه تنول منه، تملي البطل هو اللي محطوط في الصوره، هو اللي بيكسب، هو اللي بيحقق، هو اللي بيرسم الابتسامه على جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه. فاكيد طبعا بيبقى في حته، يعني عارف انت، عايز انول منه، عايز اهمده، عايز احاربه في الصفقات. احنا السنه دي كمان شفنا حاجه غريبه جدا، معظم المؤسسات اللي كانت بتخش في الصفقات